أكاديمية الصقور الذهبية الدولية حفلا تكريميا على شرف الطهاة الجزائريين المشاركين بمسابقة الطهي العربية، والذي توجوا بست ميداليات ذهبيات وافتكوا المراتب والمراكز الأولى بالمسابقة. التكريم جاء لتحفيز ودعم هؤلاء الطهاة في مسار إبراز العادات والتقاليد الجزائرية وتراثها المادي من خلال المشاركات الدولية. التغطية لعبد الرحيم بونمري. حتى لي بونجوري لي برا البلاد العربية مثل السعودية مثل قطر مثل المغرب مثل تونس مثل أي شيء من الدول، واش نقولكم، هما ديجا خلعوا قالوا بلي الله يبارك هادو الشيفان وين متخبيين. وانا بصفتي سفيره في جمعيه الصقور الذهبيه الدوليه حبيت نكرمهم وحبيت نفرحهم باسكو تعبوا بزاف. ما نقولش عندهم غير هذه المسابقه، داروا عده مسابقات. والجزائر شرفتنا بزاف، داو خمسه سته ميداليات فيها الذهبيه فيها ويعطيهم الصحه. وانا كنت بارمي لي جوري في هذاك الوقت. الحق شوف كانوا لي جوري الاخرين من فلسطين ومن الدول العربيه كيجيو ان بلا الجزائريين يقول ما شاء الله على الجزائر، هي الجزائر. اود الشكر كل الرؤساء الجمعيات الذين اكثر من 20 جمعيه، وهذا بعد تعب كبير. واود الشكر كامل الشيفات. والمنافسه هذه ما كانت سهله، كان والمنتخب الوطني كان بقوه الحمد لله وشرفنا الجزائر. الحمد لله كان لها دور كبير أنه نتعرف على بعضنا ويكون لنا مكانة في وسط الشعوب العربية اللي كانت لنا مكانة خاصة، لأن تحصلنا على عدد كبير من الميداليات. نشكر جميع الشيفان اللي وقفوا معنا، جميع المنظمين من بينهم السيدة سليمة أمير. أمينة المدنية من مدينة خنشلة. الحمد لله يعني شرفنا الجزائر في هذه المسابقة، يعني ما شاء الله المنتخب الجزائري كان منتخب قوي، حصدنا عدد ما شاء الله من الميداليات الذهبية. والحمد لله نلت الميدالية الذهبية وثلاث برونزيات في الأصناف الأربعة. شرفنا يعني الجزائر، يعني دائما في التألق والنجاحات. ونشكر السيدة السفيرة سليمة أمير اللي قامت بمجهوداتها على هذه الفعالية الكبرى اللي رانا فيها هنا، ولو كان ماشي كما احنا نقولوا ماشي هي ما راناش هنايا كامل. ونشكر الشيف بلال لطيفي ثاني وناس عنابة.